هذا ورفع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بما حققته مملكة البحرين من مكانة دولية عالية بتحقيقها الفئة الأولى للعام الثالث على التوالي. وخلال مقابلة خاصة مع مركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي نوه العبسي بتوجيهات جلالة الملك المفدى وإرشاداته ورؤيته الثاقبة بعيدة المدى بجعل مملكة البحرين منارة في احترام وصيانة حقوق جميع القاطنين على أرضها. التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية والذي صدر يوم أمس في نسخته 20 يأخذ بعين الاعتبار ليست الجهود فحسب ولكن وجود الإطار المؤسسي، أي أن هذه الجهود مستمرة وسوف تستمر في المستقبل. وبالتالي لو الواحد راجع التقرير الذي صدر يوم أمس والذي تبوأت فيه مملكة البحرين ولله الحمد الفئة الأولى كالدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذه الفئة، سيجد أن نص التقرير يكرر كلمة الاستدامة، الجهود المستدامة، وهذا أهم ما يأتي في التقرير، أي أن الجهود لا تكون وقتية ولا تكون على طريقة ردود الأفعال ولكن تكون مؤسسية قد دخلت في إطار العمل الحكومي ككل وأن تكون قادرة على الاستمرار في المستقبل، وهذا ما ميز البحرين ولله الحمد في هذا التقرير.